الله، لا هاي كنافة أنا أول مرة بعرف، والتمر كمان أنا التمر أول مرة. هدول اللي ممكن ندوقهم بس نعرف كيف. هلا بتعرفوا شو، أنا وائل كثير دقيقين بتعمتنا، يعني نحن إذا دقنا شيء وحبيناها ما بنرجع نعيدها، أخذتنا وقت تنصيبهم لهول. خليني بدي بلشكم بالقشطة. بالقشطة أنا شايفة أشياء تانية على الطاولة كمان، هي بتزيدوها على الآيس كريم. إيه هول التوبينجز موجودين عنا على المنيو، نحن موجودين على الدليفري. أوكي. البست دليفري معنا محل، يعني فيكم تطلبوا تطبيق التوصيل. مزبوط. في عنا طلبات ودليفرو هونيك موجودين، وهول موجودين كلهم عنا، بس نحن قررنا نزيد هول لأنه عم نشوف كتير ناس على السوشيال ميديا عم بيحطوا كومبينيشن، يعني شيل الكوكي مثلاً حد الدارك شوكليت. قرب لك يا عم. ايه بليز. هيدا شو هذا زي الكنافة؟ غزل البنات. غزل البنات بيشبه الكنافة. طيب تريسي، على بين ما وائل يحضر لنا الدواء، أنا بعرف أنه أنت بتهتمي بالصحة وبالرياضة، بالنسبة للكالوريز وبالنسبة للجانب الصحي من هاي الآيس كريم، لو بتحكي لنا شوي عنها ناكل وضميرنا مرتاح ولا ضميرنا بيعنا؟ هلا آيس كريم أنا آيس كريم ما حكذب عليك، بس سعرات حرارية بس نحن دقيقين، يعني إذا بتشوف الانجريدينتس عنا ما عنا 15,000 وحدة، عنا هول الخمسة ستة، ودقيقين من وين منجيب السورس يعني. يلا والانجريدينتس بيجوا ناتشرال انجريدينتس، يعني وي دونت يوز كل البروسيسد، يعني كل المكونات اللي عندكم طبيعية، ما بتستخدموا اي شيء مصنع. مزبوط. اوكي، بس انه ما حنحكي بالكالوريز يعني، ما بده ياكل خلص بوزه، يعني بده ياكل بوزه يعني خلص. كثير لابق معها الفستق. هي اللي جربناها هي القشطه صح؟ هيدا القشطه. قلتي لي بدك تجربي، بدك تجربي الديتس. ايه تمر كثير طيبه. التمر بس شو بدنا نزيد على التمر؟ نعمل شيء هيك مميز مع الحلو العربي. مع شيء ثاني حط وحده من هول مثلا، حط التمر. اتس نايس تو ايت. انا عم بدوق مي زهر او شيء، تحط فيه مي زهر مش بس المسكه. مزبوط كثير طيب على فكره، معمول هذا جوز صح؟ هلا نحن معنا المعمول على المنيو اكيد، بس انه كثير ناس عم بيطلبوها، عم نشوفهم على السوشيال يعني. ميديا وهول فكره هيك بلشت، بلشوا عالمي ايه يحطوا الكومبينيشن سوا مع الكوكيز مع هي تمر صح؟ تمر. تخيل هي على العيد او برمضان بتكون شيء رائع.